مدرسة مبنية على 8 أبدنة متوفر فيها كل سبل الراحة بالنسبة لأولادنا الطلاب، لأنها مدرسة تعتبر داخلية مكونة من 9 مباني أساسية، 15 فصل هم قوة المدرسة، لأن المدرسة 5 سنوات، كل سنة 3 فصول، قوة الفصل 25 طالب، يعني كل سنة بنقبل 75 طالب. وفي فندقين، فندق بيسع 400 سرير كامل يعتبر وجاهز للإقامة، وفندق تاني 200 سرير برضو إن شاء الله خلال أيام بسيطة هيكون جاهز للإقامة. وفي 3 ورش أساسية اللي هم الأقسام بتاعة المدرسة: الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات. هدية عظيمة من السيد الرئيس، وعد فأوفى، فدي المدرسة دي وفرت لنا، هتوفر طاقة البشرية من الطلبة، واللي هتبقى الإيد العاملة للمفاعل النووي اللي هي المدرسة دي، هتخرج منه الناس، توفر منه أبناء الوطن المخلصين اللي متدربين علميا ودراسيا وثقافيا، وهيدرسوا على أعلى المستويات. مدرسة العربي أول مدرسة للتكنولوجيا الطبية، أول مدرسة في مصر، والنموذج ده إن شاء الله هيتم تعميمه على مستوى الجمهورية. عدد الطلبة فيها في أول سنة هيبقى 144 طالب، 6 فصول عبارة عن 3 أقسام: قسم تبريد وتكييف، قسم كهرباء، قسم ميكانيكا. أول حاجة إن الطالب هنا تم اختياره بمعايير، ومر على مراحل اختبار مختلفة لغاية ما تم انتقاء الطالب. المرحلة الثانية ان نظام التعليم اللي هيبقى موجود هنا في العرب ان شاء الله، الطالب يمر مجموعة مراحل. مرحلة ان هو بيتعلم النظر، المرحلة الثانية ان هو بيبدأ يتعلم على النظر ده بشكل عملي في معامل بتعمل له ما يسمى اللي هو السيموليشن او المحاكاة.